أصدقائي طلبة الساس الإعدادي، حياكم الله بشرح سلسلة منهج الساس الإعدادي. محاضرتنا اليوم هي عن إنشاء الوحدة الثالثة. مثل ما ذكرنا بالمحاضرات السابقة، موقع الإنشاء بالأسئلة الوزارية، السؤال الأخير إنشاء نتجاوب على إنشاء واحد، طريقة الحفظ ذكرناها، شلون تتعامل مع الإنشاء، تمام، كل يوم تقرأ مرة حتى لما تجي تحفظ يصير عندك سهولة بحفظ الإنشاء. بالنسبة لطريقة كتابة الإنشاء بالوزارة، تكتب العنوان وسط الصفحة، تترك فاصل وبعد تبدأ أول كلمة حتى تبين بداية الإنشاء، علامات التنقيط كلش مهمة، ترتيب الخط وترتيب الإنشاء، تمام. بالنسبة لإنشاء الوحدة الثالثة اللي بيها إنشاء واحد، اللي هو فوائد دراسة الإنجليزية في بريطانيا، Advantages of Studying English in Britain، تمام. نعرف هذا الإنشاء عن طريق كلمة Britain، أوكي، مثل ما ذكرنا بإنشاء الوحدة الأولى نعرف عن طريق كلمة Cigarette، وإنشاء الوحدة الثانية نعرف عن طريق Get a Job، وإنشاء الوحدة الثالثة نعرف عن طريق كلمة Britain، تمام. هذا الإنشاء 94 كلمة، أوكي، قدرنا نلخصه أكثر من إنشاء التدخين. إنشاء التدخين لخصناه 97 كلمة، أما الحصول على وظيفة 100 كلمة، أوكي، ما قدرنا نعبر أكثر. وفوائد دراسة الإنجليزية في بريطانيا 94 كلمة، أوكي. بالنسبة للإنشاء، Studying English in Britain is very useful if you want to learn English because you can hear people speaking English all the time in many situations. Studying English in Britain is very useful if you want to learn English because you can hear people speaking English all the time in many situations. Situations, situations. دراسة الإنجليزية في بريطانيا هي مفيدة جدا إذا تريد أن تتعلم الإنجليزية، لأنك تستطيع سماع الناس يتكلمون الإنجليزية طوال الوقت في عدة ظروف مختلفة. You will have the chance to speak if you stay with a British family. You will have the chance to speak if you stay with a British family. سيكون لديك الفرصة لتتكلم إذا تبقى مع عائلة بريطانية. You will have the chance to speak if you stay with a British family. British B حرف كبير R I T I S H family F A M I L Y. You can watch TV in English فارزة and listen to radio. You can watch TV in English فارزة and listen to radio. يمكنك أن تشاهد التلفاز بالإنجليزية وتستمع للمذياع اللي هو الراديو. You can read papers فارزة adverts فارزة notices and see the British way of life. You can read papers adverts notices and see the British way of life. يمكنك أن تقرأ الجرائد والإعلانات والملاحظات وترى طريقة الحياة البريطانية. Besides فارزة you can enjoy shopping فارزة eating فارزة having fun and chatting in English. Besides B E S I D E S فارزة you can enjoy E N J O Y shopping S H O P P I N G eating having fun and chatting in English chatting C H A T T I N G.
إضافة إلى أنه يمكنك التمتع بالتسوق والأكل والمرح والدردشة بالإنجليزية. Also, the classes there are small and the staff is experienced, very friendly and always on hand to offer advice. Also, the classes there are small and the staff is experienced, very friendly and always on hand to offer advice. أيضا الدروس هناك صغيرة والتدريسيون لديهم خبرة وطيبون ودائما متواجدون لتقديم النصائح. هذا بالنسبة لإنشاء الوحدة الثالثة وتحياتي لكم.